طبعا بقى في حياتكو مفيش بقى حفلات حصل فيها مشاكل؟ فستان باظ، لا كتير، كعب الجزمه اتكسر، الميكروفون اللي هغني فيه قطع خالص، الكهرباء قطعت، الكهرباء كلها. قولي بقى، غنيت على الهوا من غير اي حاجه. قولي بقى حكايات كده كل حاجه. لا ان انا ما اقيسش الفستان قبل ما اروح واكتشف ان هو مش بيقفل. الله، الحاجة دي كانت أحلى من أحلى المواقف والله. الله، أحلى المواقف عندي. عملتي إيه ساعتها؟ حليناها بقى، قعدت ألبس تحته حاجات ونربط ودبابيس ونخيط، ويعني لا لا عملنا الحمد لله. يعني وما فيش حد خد باله، بس هي الحاجات دي كلها بتحصل. ننسى الحاجات، ننسى جزمة، ننسى الفستان نفسه يعني أساسا. عادي بقى خلاص. إيه نسمة جاية تعمل إيه؟ معرفش في إيه يعني الصراحة، التركيز الحمد لله التركيز قليل شوية. ريهام، إيه أصعب موقف حدث ولا حرج؟ أنا كتير. أولا بقى يعني عدي وقعات بقى، زو كده. انا دايما عندي كتير. انا رعب الوقعه دي، دايما اقول رعب المذيعه تقع. وانا ماشيه داخله الدخلتين يا دوبك هما الخطوتين دول، اقول بس. لا لا، ده كتير كتير معاكي في الموضوع ده. يعني اخر حفله لسه قريب من اسبوع خدت وقعه وحشه قوي. مره برضو وانا بغني حلق وقع هنا، وانا وحفله على الهواء اللي هو طبعا ليه يعني. يعني وقع هنا وفضل واقف بقى هنا كده. بروش اتحول لبروش فجاه. انا خايفه على الحلقه. انا عايزه الحلقه يا جماعه. الحلقه مره طار وقع من المسرح. مره برضو في دبي في حفله كبيره جدا برضو، والمايك قطع خالص، وغنينا على الهوا من غير مايك اصلا. يعني بقى المزيكا بسيطه كده، هدت شويه وغنيت انا بقى على الهوا كده، كانت بسيطه. احنا الكهرباء قطعت برضو مره، ومره واحنا طالعين كان تقريبا عندنا كانت حفله في الساحل كده، وكان في احتفاليه تقريبا بعدنا لازم يقطعوا فيها تورته، وانا واقفه بغني في وسط المسرح لقيت خمسة مثلا شايلين أكبر تورته في العالم وداخلين وبيقولوا لي وسعي لو سمحت وأنا بغني. فأنا لقيت نفسي بخش كده على جنب وعمالة أبص للناس اللي حواليا وعمالين بيحطوا التورته. طب عمالة طبعا أكمل ولا أمشي ولا إيه اللي حصل؟ حتة من التورته. فوقفت كده، وقفنا وفضلت واقفين كده، وقمت واخدة بعضي ونزلت. يعني اللي هو إيه الإحراج ده؟ أنا مش واقفة بقول حاجة دلوقتي بس. فالحمد لله في حفلات الهوا تقريبا أصعب حفلات يعني.